ورجعنا تاني لسه مكملين جمالك. الفقرة الأولانية اتكلمنا فيها عن ازاي ان احنا ننسق القوام بتاعنا. الفقرة التانية انت عروسة حلوة جميلة، شوفي هتبتدي تعملي ايه من ساعة ما يعني ما تبتدي تجهزي انك تبقي عروسة، سواء بقى ماسكات للوش، سواء كورسات لتغذية الشعر، سواء تغيير الستايل اصلا بتاع شعري، لون شعري، ضوافري، جلدي، مفروض اهتم بكل الحاجات دي. الخطوات دي كلها كل عروسة لازم تفكر فيها من قبل الفرح على الأقل بثلاث شهور. عشان كده احنا النهاردة معانا احسن بيوتي سنتر في مصر، جرين بيوتي سنتر، ومعانا اجمل خبير التجميل اميرة مصطفى اللي دايما بتنورني. الحقيقة انا بستمتع جدا بلقائي. اميرة ازيك؟ وحشتيني. الحمد لله. انت عاملة ايه؟ كله كويس. كويسة زي القمر دايما، ربنا يخليك. اهو ده بيوتي سنتر، جرين بيوتي سنتر. قولي لنا يا اميرة، اول ما العروسة بتدخل عليكي كده في الاول بتبقي عايزه تعرفي منها حاجات معينه، واكيد هي بتبقى عايزه تعرف منك حاجات معينه. تمام. ايه يعني ايه المحادثه اللي بتوصلي منها ان انت تبتدي بقى ايه تعملي ايه الجدول بتاعك؟ انا هعمل 1 2 3. من اصعب الشخصيات اللي ممكن تتعاملي معاها هي العروسه. تبقى جايه مش عارفه حاجه، هي عايزه كل حاجه، عايزه حاجه عايزه كل حاجه، عايزة في كل الدنيا حاجة. طب اللوك ده، طب اللوك ده، طب تحسي ان انت عايزه تدي العروسه مثلا فرحها يبقى ايه 60 يوم كل يوم بلوك معين عشان هي مش قادره توصل لحاجه. فطبعا من اصعب المراحل اللي بنمر بيها مع اي عروسه هي المرحله الاولانيه، ان احنا نقعد نتكلم عشان نوصل احنا عايزين ايه. مفيش واحده مش عارفه هي ايه مشكلتها، يعني انا مثلا عارفه ان انا مشكلتي ان شعري ضعيف، ان بشرتي مثلا مرهقه، بشرتي دهنيه، عندي حبوب، جسمي مثلا فيه اثار لحاجه قديمه. دي بتبقى خطوة سهلة قوي ان انا اعرف منها ايه هي مشكلتها. الخطوة الاصعب بقى ان انا ابتدي اشوف معاها اللوك بتاع يوم الفرح، انما اي ستاب تانية جوه الجدول بتاعها دي بالنسبة لنا بتبقى سهلة. اوكي. طيب هي بتجيلك انت بتبتدي تعرفي يعني الستابس ايه. لو احنا اتكلمنا عن العناية بالجسم، لان طبعا الجلد نفسه والجسم هي بتبقى عايزة تعمل بقى حاجات، وبنسمع كل البنات بتبقى عايزة تعملها قبل الفرح، تكييس، لا مش عارفة ايه، لا ايه احدث حاجة وايه الحاجات المهمة؟ وهل كل جلد بيختلف عن التاني من نوعية حتى الصابون اللي بتستعمليه او يعني؟ تمام. هو عامة في البداية في بس ناس تقولي تجي العروسة المفروض تجيلك قبلها بقد ايه يعني؟ يجي قبلها بقد ايه؟ زي ما حضرتك قلتي طبعا هو 3 شهور ده وقت كفايه قوي ان انا ابتدي حتى اقعد اتكلم معاها. لان هي بتبقى فاكره مثلا ان هي عندها مشكله بسيطه تقدر تحلها بسرعه، بس هي بالنسبه لي هتاخد وقت. ممكن حاجه هي شايفاها كبيره قوي بس هي بالنسبه لي هتاخد وقت قليل. فاتليست احنا بنقعد مع بعض الاول علشان نعرف انت مشاكلك هتاخد وقت قد ايه عشان نبتدي نحلها. بالنسبه للجسم بقى، هو مشكله اي بنت في الوقت الحالي ان هي بتستنى ان هي تبقى عروسه علشان تبتدي تاخد بالها من جسمها، وده مش صح خالص خالص. هو يمكن في حاجات ثابته احنا بنعملها، بس الجديد دايما بتبقى انواع الماسكات. انا جلدي مثلا بشرتي حساسه بيبقى ليها ماسكات معينه علشان تديني اللي انا عايزاه. جلدي مثلا خشن شويه في شعر تحت جلدي ليها ماسكات معينه وليها طريقه معينه. بس اساسي بيزك عند اي حد طبعا الحمام المغربي لاي عروسه سوري حمام مغربي ده حاجه اساسيه جدا بالنسبه لنا. ليه؟ لان انا بشيل طبقه الديد سكان الموجوده على الجلد خالص، ومن بعديها ببتدي اتعامل مع الجلد الجديد. يعني انا ما ينفعش كعروسه جايالي ان اتعامل على جلد قديم وتعبان ومجهد وبهتان، لا خالص، لازم بالحمام المغربي بدايه اشيل الجلد الميت ده خالص. بعد كده بشوف بقى انواع الماسكات، الرابنج اللي هي محتاجاه، السكراب دي انواع السكرابس والماسكات زي ما احنا شايفين دي الليفه المغربيه اللي هي في النص بالظبط ديت، وفي الصابون المغربي اللي هو فوق خالص ده بيبقى ثابت، ده المكون الرئيسي دايما بتاعه بيبقى زيت الزيتون. اوكي. هو في انواع للصابون ده يعني الجلد؟ لا، الصابون المغربي هو الصابون المغربي، مفيش فيه انواع. اللي بنختلف فيه بعد كده او بنقدر نعمله هي الماسكات بتاعه الجسم، او مثلا محتاجه سكراب زياده، طبقه الديد سكن يعني، او الناس اللي بيبقى جلدها تقيل شويه او البشره السمراء شويه، لا بنحتاج ان احنا بعد كده نستخدم لهم حاجات معينه. انما البيزك بتاعنا الليفه المغربيه هي واحد في كل حاجه، الصابون المغربي واحد والطمي المغربي واحد، اللي بيختلف بعد كده انواع. ده شكل الصابون؟ ده شكل الصابون، بيبقى زي العجينه، بيبقى زي العجينه البني كده، لونه زي العسل الاسود شويه، بس هو مدي عجينه ما بيرغيش. ده بنحطه في البدايه لما بعد ما بندخل البنوته البخار وبتقعد فيه شويه المسام بتتفتح بنبتدي نحطه. هو بيشرب الجلد، بيشرب كل الفوائد والزيوت الموجوده جوه الصابون ده بحيث ان الجلد يبقى طري وانا بتعامل معاه ما يعمليش التهابات في الجلد. بتحتاج كم مره تكييس يعني؟
على حسب. قبل الفرح لو بنوته حلوه كده من البنات اللي انا بحبها اللي هي متعوده تخلي بالها دايما من نفسها تقريبا مرتين او مره واحده قبل الفرح على طول، لكن لو حد بقى يعني مهمل فجاه بقى قرر ان هو يكتشف نفسه لا طبعا احنا عامه بنعمله مره كل اسبوعين او شهر. طيب خلينا نتكلم بقى عن الشعر. انا دلوقتي عروسه وجايه، هل انا يعني لو انا في دماغي اعمل لون شعر انت ممكن تقترح عليا لون شعر وقصه؟ وهل بيقبلوا فعلا العرايس كده ولا انت عندك مثلا شكل معين بتلبسيهم مثلا بيروك تقولي لها هيبقى شكله عامل كذا، يعني بتعملي معاها ايه؟ هو في النهايه هي بتقبل، هي بتقبل عشان نبقى واضحين، عشان انت مسيطره على فكره لا والله مش مسيطره خالص، بس هو لازم بنوصل وجهات النظر. هي كل الفكره ان مثلا انا ممكن اشوف لون شعر مثلا عجبني على رانيا بس عليا انا مش هيبقى حلو خالص، ممكن اشوفه على صاحبتي في فرحها مثلا كانت عامله لون شعر مش هيبقى عليا كويس خالص، بالعكس هيغمقني هيخلي ليني وحشه او شكلي مش حلو. الله على لون الشعر ده، يعني انا عايزه اعمل لون الشعر ده ينفع؟ هو هيبقى حلو عليكي جدا. اوكي بس هتستغربي نفسك في البدايه لانك هتنقليه من حاجه لحاجه تانيه في حته تانيه فدي هتبقى مشكله. فاحنا بدايه طبعا لازم نتكلم، لازم نشوف اللون اللي يليق عليها، لازم نبتدي نشوف طب ده هيليق عليكي ليه، ده مش هيليق عليكي ليه، ممكن نعمل تيست مثلا على خصله. يعني اللون ده مثلا عايز واحده بيضه، بيضه قوي، بيضه قوي مش هينفع غير حد ابيض قوي ينفع اللون ده، بس هو طالع موضه. طبعا عندنا هنا اللون العسلي او افتح درجات البني اللي هو المشقر شويه، ده طالع موضه قوي برده وموجود معانا، كان موجود في الصيف ودلوقتي كمان موجود في الشتاء. فهي فكرة اختيار الألوان لطيفة وسهل ان احنا نتكلم فيها، وما فيش عرايس بتبقى متشبثة برأيها قوي خصوصا لما بتبتدي تشوف بعينيها. يعني هو ما ينفعش ان انا ولا افرض رأيي عليها ولا هي تفرض رأيها عليا، بس لما بتبتدي تناقشي مع العروسة بشكل اوضح شوية وبتكون هي نفسيا ارتاحت شوية لا بتتقبل الفكرة جدا. للأسف الشديد احنا وقتنا خلاص خلص يا أميرة، للأسف ما لحقناش نخلص، احنا يا دوب خدنا التكييس والشعر. بس انت هتوعدينا ان انت هتيجي تاني قريب ان شاء الله. ان شاء الله.